بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل تفضل يا ما شاء الله، اللهم صل على محمد. ان شاء الله زياده لزياده وفروق اخرى، واحنا سامعين الله يوفقكم. الله ياخذ بيدكم كل مطلوب هذا. ينظم هذا المعرض من قبل التجمع العنقودي للنخيل في قطاع غزة وغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة. يهدف تنظيم هذا المعرض لإبراز أهمية المنتج الوطني الفلسطيني وتعزيز ثقافة استخدام المنتجات الوطنية الفلسطينية، وخصوصا قطاع النخيل. هذا القطاع الهام الذي له أهمية تاريخية ودينية ووطنية. هذا المعرض يسلط الضوء على هذا القطاع بشكل كامل. يشارك اليوم في المعرض 22 مشارك من كافة القطاعات الخاصة بالنخيل، من المزارع النخيل حتى الصانع الذي يستخدم منتجات النخيل. هذا ضمن منهجية العنقودية، وهذه المنهجية تشمل كافة سلسلة القيمة لهذا القطاع. نأمل أن يكون هناك دعم لهذا القطاع حتى يحقق نمو وتنمية مستدامة.